واحد قهوه زياده لو سمحت. انا اروح اجيب لك قهوه؟ انا اسف، انا فكرت حضرتك شغال هنا ويتر. انا شغال هنا ويتر فعلا. طب امال ايه بقى، زعلت ليه لما طلبت منك قهوه؟ انت ليه تحكم على حالتي النفسيه من رياكشناتي؟ يعني انا لو ابتسمت في وشك دلوقتي شتمتك في سر هتاخد بالك؟ اكيد لا، بس انا حسيتك يعني اتضايقت لما قلت لك كده. انت كمان هتحس لي يا عم؟ عادي، قلت لي قهوتك ايه؟ زياده. هو ماله ده؟ في ايه؟ اتفضل. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. هو مش حضرتك طلبت قهوه؟ المفروض. امال ايه دي؟ مغات مادي البن وادي السكر وادي الميه وادي السبرتايه. هو انا اللي هعملها؟ امال انا اللي هعملها؟ انا شغال في الكافيه مش شغال عند حضرتك. انا مش فاهم ايه ده؟ يعني انا لو كنت طلبت عصير كنت هتجيب لي خلاط اعمل فيه العصير؟ ايوه طبعا. هو انت اللي هتشرب ولا انا؟ وخلي بالك الحاجه اللي هتوسخها دي انت اللي هتغسلها عشان تبقى عارف بس. لو على ايه؟ انا اروح اشرب في بيتنا احسن بقى. يكون احسن برضو. اعمل حسابك المره الجايه تجيب بن معاك، عشان البن اللي هنا على قدنا. خلينا انا كده عمال اطفش في الزباين احسن، عشان صاحب الكافيه بقى ياخر على القبض تاني. يا جدعان هنصور ايه؟ نصور. هو انا ليه حاسس انه بيقولها بصيغه الجمع؟ مش عارف ابو عماره، انا برضو حاسس بكده. لا معلش انا مش فاهم قصدكم ايه بالظبط. اصل بصراحه كده حموده انت الاكونت بتاعك مقفول، واحنا مش هنجازف ونطلع معانا حد يوقع علينا الريتش، ولا ايه رايك في الكلام ده ابو عماره؟ مظبوط كلامك ابو الفوارس، حموده سوق واقع اليومين دول. اه قلت لي. طب والمطلوب ايه بقى دلوقتي؟ كلك نظر بقى زميلي، عايز تصور فيديوهات، جهز الماديات. هي بقت كده يعني؟ بقى هو ده اللي بينا؟ والله هو ده بقى اللي عندنا، لو انت مش جايه معاك في ناس تقدر تدفع الوفات. لا تمام، 200 جنيه ايه؟ هتخلينا نصور كام فيديو؟ كام فيديو؟ ده خياله واسع قوي. ال 200 جنيه دي يا دوب تقول بيهم جملتين وممكن وشك ما يبانش فيهم كمان. يعني ايه الكلام ده يا جدعان؟ انتوا بتستغلوني عشان الاكونت بتاعي مقفول. مش مساله استغلال، بس انت خليك شواف برضو، في كاميرات دايره وفي سكريبت بيتكتب ولسه المونتاج، فانت كده هتيجي علينا بخساره. ومش بس كده، ده حتى بعد ما ترجع الاكونت الناس مش هتبقى فاكراك اصلا، فاحنا هنجازف ونطلع معانا واحد مش معروف ويوقع علينا الاكونت. لا يا عم، الشهره ليها ضريبه. ماشي يا جدعان، اللي انتوا شايفينه. طب انا دلوقتي معيش غير 1000 جنيه. مش مشكله، نصور له بيهم فيديو 30 ثانيه بس، اعمل حسابك التسعيره دي هتتغير بعد كده. ماشي، بس انا عايز الفيديو ده ينزل في كل حته ها عشان يطلع ترند. مفيش الكلام ده، ده عبس اللي انت بتقوله ده. بيقول لك فيديو 30 ثانيه يعني اخره ينزل ستوري كمان. ماشي، طب ممكن بقى نبدا تصوير؟ انت كمان لسه جاي وعايز تصور على طول كده؟ مش في ناس حاجزه قبليك؟ خش يا مؤمن. بقول لك ايه يا ابو عماره، انا كنت عايزك في مصلحه. ايه هي؟ انا عارف لما انتوا بتاخدوا مني فلوس عشان اطلع معاكم في الفيديوهات ده، مش عشان انتوا محتاجيني لا سمح الله، لا اكيد عشان الاكونت بتاعي مقفول ووش ما بقاش معروف زي الاول والناس نسيتني. بالظبط كده، ما انت عارف اهو حموده. بس انا صاحبي انا شايفك بتتظلم في الفيديوهات دي ومش واخد حقك. خلي بالك. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني الفلوس اللي انت بتاخدها انت وفارس دي بدل ما بتتقسم على اتنين تتقسم على واحد. انت هتقصد توقعني مع فارس ولا ايه؟ انا يا عم ده انت دماغك راحت لفين؟ انا قصدي هكتب فيديوهات اتنينات اصورها انا وانت بس، وانت تاخد الفلوس لوحدك. نتقابل بكره الساعه 2 في الحديقه. بقول لك ايه يا فروسو؟ فروسو، بقول لك ايه يا حموده، بعد اذنك بقى دلوقتي كده عامل فرق بيننا عشان احنا دلوقتي مقاماتنا مختلفه. حقك، بس انا كنت جاي عايز اعرفك حاجه وماشي. ايه هي؟ عماره باعك وطلب مني نصور فيديوهات انا هو بس عشان الفلوس اللي انتوا بتاخدوها مني ياخدها هو لوحده. عماره عمل كده؟ ايوه، فضلت اقول له عماره بلاش بلاش فارس هيزعل، قام قايل لي طز فارس وشوح لي بايده كده. شوح بايده؟ لقيته عمل كده كده. لا سهله. لو عايز رايي انا بقول لك فكك منه وصور معايا انا بس عشان تغيظه. معاك حق، وعشان موقف الرجوله بتاعك ده انا هصور معاك من غير ما اخد فلوس. بس كده نتقابل بكره الساعه 2 في الحديقه. ماشي، انا هوريكم. ايه ده؟ عماره؟ فارس؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اصور مع حموده. طب ما انا كمان جاي اصور مع حموده. قلت لي، ويا ترى بقى الفلوس اللي قبضتها من غيري شبعتك يا صاحبي؟ على الاقل ما كنتش صاحبي ورحت اتفق على حاجه تاني من وراه. انت الفلوس عمتك وانت الفلوس غيرتك. برافو، لا حقيقي برافو، عجبكم مناظركم دي؟ شفتوا الفلوس وصلتكم لايه؟ فاضل شويه وتموتوا بعض. انت مش قلت لي قابلني الساعه 2 في الحديقه عشان نصور انا وانت؟ ده قال انا كمان نفس الكلام بالظبط. ما انا كنت قاصد اجيبكم انتوا الاثنين في نفس الوقت عشان تشوفوا بعض على حقيقتكم. يعني فارس ما بعنيش وقال لك تعال نصور انا وانت من غير عماره؟ لا، ولا عماره خاني وقال لك تعال نصور من غير فارس؟ لا برضو، انا اللي عملت كل ده عشان اوريكم الفلوس ممكن توصلكم لايه. جايز قفل الاكونت بتاعي يكون اعلمكم درس عمركم ما هتنسوه. مش سالك الواد ده صح؟ انا قلت كده من بدري. يا عم فكك منه وتعال نصور من غيره. يلا يا شباب، مش ده اللي كنت اقصده، انتوا فهمتوني غلط على فكره. ها
حلوه قوي الفيديوهات اللي انت كاتبها ده، انا عجباني قوي. طب يلا نبدا تصوير. خلي بالك بس عشان حموده جاي هناك. اعمل نفسك مش شايفه يا جدعان. برن عليكم محدش بيرد عليا، وكمان نزلته من غير ما تقولوا لي. سبحان الله الدنيا دواره، يوم ليك ويوم عليك. عاجبك كده عم عماره؟ معلش يا حموده معلش. بقول لك ايه، انا هتحرج اقول له على الكلام اللي انت قلته لي ده. قول له انت. طب يلا نصور وبعدين نشوف موضوع قله التقدير ده. لا سيب موضوع التصوير ده بعدين، محدش هيصور حاجه. انت هتعمل لي فرق دون البرنس وايه اللي محدش هيصور حاجه؟ ما تتكلم عن معمار. اسمع فارس هيقول لك يا حموده، وشوف الكلام اللي هيقوله هيعجبك ولا لا، عشان ولا ضرر ولا اضرار. اتفضل يا عم سمعني. بص يا حموده، انا هقول لك كلمتين تحطهم خاتم في ودانك. انت قعدت قد ايه الاكونت بتاعك مقفول؟ اكتر من شهر. الله يفتح عليك، يعني الريتش عندك بقى في الزبدو. زبدو ايه ومنجو ايه؟ ما تتكلم عدل زي الناس. هو يقصد ان الريتش عندك واقع يا حمود. وايه المشكله؟ مش فاهم يعني. يعني عشان هنتعب فيها وفي الاخر برضو الريتش هيبقى واقع. بص يا حمود، انا هقول لك كلمتين تحطهم غوشه في اسنانك. لما احنا نصور معاك والريتش يكون واقع، احنا كده بنوقع نفسنا، والراجل لسه قايل لك لا ضرر ولا اضرار. طب ما احنا هنشتغل والريتش هيعلى لوحده. الكلام ده عند ام الكني. فاكر لما ما كنتوش بتردوا تصوروا معايا وبتقولوا لي انت بتتقمص كتير داين تو دان؟ طب معمره كان معايا وما كانش بيرضى يصور معاك، اشمعنى انا؟ انا مستني الريتش يقع عنده هو كمان. ايه؟ لا بقول له ما تتدخلش بين اتنين اخوات. الملخص يعني هصور معاكم ولا لا؟ رد انت بقى عليه عشان ده ما بيفهمش. روح يا حموده روح، ولما الريتش يبقى يعلى عندك يبقى ارجع لنا وهتلاقينا فاتحين لك دراعاتنا بصدر الرحم. هي بقى كده يعني يا جدعان؟ يا عم سهله. ما تخش تشوف لي كده اخر فيديو عندي جايب كام. خلي بالك انت الريتش عندك بدا يقع، خلي بالك بقى. ها بص بقى فارس، انت هتقول الجمله دي وانت واقف بزاويه 45. تمام ماشي. اسمع يا شوكت. لا مش حاسسها دي. طب يلا عيد تاني. لا لا لا، فارس عماره قدامي، انا مش مصدق عينيا. انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا مش كنا هنا القصه دي وقلنا مش هنصور معاك تاني؟ من ناحيه دي اطمن، انا ولا جاي احكي في المحكي ولا احشي في المحشي. امال جاي عايز ايه؟ جاي اقول لكم ان انا خلاص بقى ليا تيم تاني وهنصور مع بعض. تيم؟ ده انا مش شايف دبانه حواليك حتى. لا ما انت هتشوفنا بس في الترندات فوق فوق قوي. لو على الترندات فانت شفتها وانت ويانا، ولو كنت على هوانا كنا طلعناك معانا. احبك وانت بتتحدانا. كده خلص الكلام، من النهارده بقينا اتنينات. وابقى اتحدانا في الفيديوهات، بكره تجمعنا الفيديوهات. سيبك منه يلا نكمل. يلا انا بدات تصوير. ها انت اللي جابك تاني؟ الصراحه كده انا كذبت عليكم، انا ولا معايا تيم تاني ولا حاجه ومش عارف اصور من غيركم. احنا بداناها سوا ومش هينفع نكمل غير سوا. تصدق صعب عليا؟ انا حاسس اني اتاثرت، بس ما تقولوش. ها خلاص نرجع نصور مع بعض تاني، بس الفيديوهات اللي معانا دلوقتي اتنينات، هنعمل ايه معاه؟ صح دي مشكله، هنعمل ايه؟ طب خلاص ولا مشكله ولا حاجه، انا الفيديوهات اللي معايا دي هصورها انا وحموده بدل ما اصورها معاك. قشطه يلا بينا. تعالى بس نصور في المكان اللي هناك ده عشان الشمس هناك احلى. اللوكيشن هناك جامد، هيطلع منه فيديو حلو على فكره. انا برضو بقول كده. انتوا برضه مش ناويين تبطلوا نداله ونازلين من غير ما حد يكلمني؟ لاننا ببساطه لو كلمناك وصلنا قبل منك ولو بدقيقه برضه هتيجي تقول نفس الكلام وتتقمص. الكلام ده لو كنتوا كلمتوني وانتوا لابسين وجاهزين، فطبيعي قبل ما البس اصلا هتكونوا وصلتوا قبلي. ايوه بس لو كلمناك ولبسنا ونزلنا في وقت واحد ممكن مواصلاتنا تختلف عن بعض وتتعطل وبرضه هتتقمص. الكلام ده مش هيحصل، لان لو حسبنا اشاره الدوران اللي في طريق بتقف 45 ثانيه والاشاره بتاعتكم بتقف 30 ثانيه، فطبيعي ان انتوا المفروض تكلموني قبل ما تنزلوا ب 15 ثانيه. حلو كلامك، بس حتى لو ده كان حصل كنت هتزعل برضه، لان انا وهو جايين مع بعض وانت جاي لوحدك. بس على الاقل نسبه زعلي هتقل النص، لانكم كلمتوني وقدرتوني وافتكرتوني. على العموم يا جدعان انا هعدي الموضوع المره دي، بس يبقى في تقدير بعد كده. اطلبوا لي بقى ليمون يروق لي اعصابي بعد اذنكم، بس انتوا اللي هتحاسبوا لي عليه. بس احنا لسه محاسبين على الشيك عشان كنا هنمشي. يعني كمان مش عايزين تستنوا على الشيك الدقيقه وال15 ثانيه اللي هدخل فيهم؟ يا عم عادي يا عم، انتوا شايفينه غلط اعملوه. يا جماعه النتيجه ظهرت، انا خايف اشوفها لوحدي. فارس انت متاكد من الاجابات اللي انت غششتها في الامتحان؟ اكيد مش هكتب اجابات تسقطني يعني، مش ناقصه غباء. طب شوفوها لنا عماره بسرعه. بسم الله ربنا يستر. مؤمن مصطفى ناجح بنسبه 85%. يس هو ده. اي خدمه. محمود عماره ناجح بنسبه 84%. الحمد لله الله اكبر. عدوا الجمايل. فارس ايمن ساقط بنسبه 3%. نعم ده انتوا اصلا غشين مني، حتى وزاره التعليم بتهضاني. هتلعب النهارده فارس؟ يا عم انا اول يوم ليا النهارده، انا عايز العب حاجات خفيفه كده عشان ما اتعبش تاني يوم. خلاص قشطه، تعالى نروح للكوتش. الكوتش انا جبت معايا فارس النهارده، عايزين نديله بقى تمرينه خفيفه كده عشان لسه اول يوم تمرين. يعني حاجه في الخفافي كده. خلاص تعالى انت عمرك اتمرن معايا باي وتروي وانت راح اتمرن بيا.
عايش عايش يلا 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 عايش 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 يلا فارس عايش 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 ايه المكنه ده واحد ومش عارف ايه وبتاع يلا خش خش المكان ده انا مش عارف انا بس المكنه يعني كيبل بالنسبه لي احسن ايوه بيعمل ضغط ده طبعا طب انا اخد مكملات وانا بلعب ولا بعد التكنيك اه بعض ولا لا بس تمرين ضعيفة اللي انت لعبتها ده فارس هو شكله كده مرضاش يحمل عليك عشان انت اول يوم بقولك احنا طلبنا طلبات كتير من غير ما ناخد بالنا انت معاك فلوس انا معيش فلوس اصلا انا فكرت انت اللي عازمني طب والعمل بص انا جاتلي فكره احنا نخلي فارس يتقمص عشان ندفع ونسيبه يحاسب في الاخر يخرب بيتك ده انت دماغك سم فهمتك انتوا بتتوشوشوا في ايه لا مفيش ده عماره عايز يحاسب على الطلبات قلت له انت ازاي عايز تعمل كده وفارس موجود لا ما ده العادي بتاع عماره هو على طول بيبقى قاصد يهمشني يا عم عادي اللي هو شايفه غلط يعمله لا انا مش قصد ابو الفوارس انا بس مش عايز اخليك تدفع الفلوس اللي في جيبك كلها قصدك يعني ان ما حلتش الا الفلوس اللي في جيبي لا يا عم انت حسابك في البنك ما نعرفش نعده خلاص بقى ما تزعلش فارس وسيبه هو اللي يدفع الحساب ماشي مع انك طلبت مانجا زي عمارة وما طلبت ازاي ما هو انا ما بشربش المشروبات اللي انت بتشربها دي يا فارس قصدك يعني ان انا بشرب مشروبات وحشه يا عم عادي هي جت عليك سيبنا لكم انتوا المشروبات الحلوه انا هون عليا ياخد بعضي وامشي وصاحب القهوه يشتم عليا ولا ان استحمل كميه القمص اصبر اصبر استحمل لحد ما يدفع عشان يخلع من الموقف ده الشيك لو سمحت عشان احاسب لهم على المشاريب بتاعتهم يا نهار اسود على الفضايح شكرا كام انتوا جايبيني في كافيه الاسعار في غالي عشان ما اعرفش احاسب وتخلوا شكلي وحش يا عم عادي اللي انتوا شايفينه غلط اعملوه انا هحاسب على القهوه بتاعتي ومحدش فيكم يكلمني انزل معاه في كافيهات تاني السلام عليكم